تقيم بقاعة المكتبة الموسيقية قاعة زياد بكير بالأوبرة المصرية معرض بعنوان حدوتة مصرية لثلاث فنانين هم حسن الشرق ومها صفي الدين وهبة مقلب. موضوع جه بالاسم عشان احنا يعتبر معايا اتنين فنانين تشكيليين كبار، استاذ حسن الشرق ومدام مها صفي الدين، وانا بشارك معاهم في الموضوع دوت. هما بيشاركوا باللوح القيمة بتاعتهم وانا بشارك بالقطع الحلية بتاعتي. اغلبية القطع عندي بتتكلم عن كل حاجة، عندي بتكلم عن اللبس الفلاحي، بحطه في إشارب، حط منه الشغل بتاعي، الدليات النحاس المطلية سي ذهب او فضة. اوكي، عندي الشغل اللي هو الكردانات طالع موضة جدا. اوكي، بتعمل حاجة بالأحجار. فكرة تالتة خالص ان انا عملت شغل جلود، استخدمت التمساح في قطعة حلي، يعني الجلد نفسه استخدمته في حاجة تالتة خالص محدش استخدمها قبل كده. هوت هي هبة فعلا ليها، تحس ان هي ليها حاجة لوحدها، حاجة يعني مذهب لوحدها كده. فعلا هي كرياتيف جدا، فعلا زي ما انا قلت لك حاجتها جديده. وبص يعني هي مستخدمه حاجات اوكي موجوده في كل حاجه، لان هي اكسسوارز بقى واحده، بس هي فعلا التكنيكس بتاعتها، طريقتها في تركيب الحاجات، الحاجات دي فعلا حلوه قوي. هذا المعرض بيضم لوحات متنوعه، يمكن زي ما حضرتك تفضلت وذكرت اكتر من فنان بيشارك في هذا المعرض. تنوع انواع الفنون التشكيليه بمجالاتها المختلفه اكيد بيعمل اثراء لهذا الفن وهذا المجال داخل دار الاوبرا المصريه، سواء بالنسبه للمتخصصين، سواء اذا كانوا طلبه فنون جميله او فنون تشكيليه او فنون تطبيقيه، او من الفنانين او من الجمهور المتذوق لهذا اللون من الفنون.